بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه سمو أمير دولة قطر في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم الثاني رحمه الله سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والعائلة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزم